انسى الضمير انسى الضمير صعب الضمير انسى درب الطويل عندي نفس ونسى كل ابن هم نهم نهم في خوف من غصة الناس وحوش الناس إخوانا متوصل شكيت هات اشوف هات اشوف الو اهلين دكتور اهلين دكتور شلونك كيفك اخي ابو جمال لا طيب ليش لهلا حدا اتصلت يعني لبين ما زبطت وضعي شوي طمني طمني انت كيف الشغل شغلك شغلك كيف شغلك مرتاح عم بشتغل بمستشفى محترمه مدير المستشفى انسان رائع وفريق العمل ممتاز بالمناسبة يا أخي أبو جمال أنا اليوم اشتريت سيارة والله مبروك اشتريت سيارة والله أنت اشتريت سيارة ونحن انسرقت السيارة من عنا انسرقت؟ يعني انسرقت انسرقت؟ ايه والله انسرقت بعز دين الظهر من قدام الباب من تم البناية ومن إمتى هذا الحكي؟ شو من إمتى؟ بثلاث أيام ايه والله والله شرطة البلد كلها عم تدور عليها ما عم يخلوني لا بالليل ولا بالنهار بس يا اخي مو مبين لا ارض ولا سماء ايه لك اخي الحمد لله والله بالمال ولا بالعيال الحمد لله بلاقوها اخي بلاقوها ايه ايه كلهم هيك عم يقولوا هون بالشرف زعلتني زعلتني كثير انت لا تزعل ولا على بالك خلي الزعل لنا نحن شو بدك انت بالزعل وانت اخي كمان لا تزعل 60 سيارة فداك لا لك دكتور خلاص انا استوعبت الحالي ايه وتجاوزتها حسبت عمرها ما تكون عمرها ما كانت حتى تعطيني وصال احكي معه وصال ايه لحظه
اذا بدك تسال عن روعة خلاص اخي اسمع مني اغسل ايدك منها. بابا ليش بقى؟ لك اخي ابوه حاطط دابه ودابنا بنتو الصغار لساته بده يطلعكم من البيت؟ لك مو هيك القصة بس هو بعد ما سرقت السيارة يعني شفي علينا بطل يطلعنا من البيت. ايه بس طلب يكرهنا. لك يا اخي هذا قلبه اسود حقودي اصفر اصفر. ايه خد وصال. انا وصال. ايه عمو تأمر قلبي ان شاء الله. عمو لا تنهز ولا على بالك. عمو رؤوف تغير كتير كتير وفكر حصار عن روعة. احكيلي وصال احكيلي. اولا هي مشتقت لك موت موت. ثانيا بتقول لك بتعطيني كل الارقام اللي انت بتتواجد عليها. سجل عندك يا ابني. مازن أسامة معروف. موفى عبدو مارديني. مارديني. نزار رضوان أبو الرز. هدول هني. وخبرني فورا شو بصير معك أنا بالمكتب. يسعد لي الصباح. صباح الخيرات. يا صباح النور. الولاد راحوا على شغلهم؟ راحوا. سامر راح على المدرسة مو بقيان غير أشراف. كتير منيح. أنا رايح. بدك شي؟ عاد شرب فنجان قهوة معي. لا 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 بشربها بالشغل لأنه تأخرت. يلا خاطرك. الله معك. أمري لله بشربها لحالي. صباح الخير خالي مسائل. صباح النور. تعال اشرب قهوة. حاسبي حسابي. بصراحة الفنجان كان لأبوك بس هو تأخر على شغله. إلك نصيب. ما أطيبها. صحتين. خالي سعيد سائر بده يخطب. ما فشرت عينه. مو ليه صمد له قرشين بالأول من شغله؟ بس هو قال لي إنه مصمد. اللي مصمدهم يا دوب يكفوا حق تلبيسة للعروس. أنتو يعني بالأول اخطبوا له وبعدين بيصمد وبيتزوج. يعني هو قال لك إنك تحكي معي؟ بصراحة هو قال لي إنه أحكي مع الوالد. بس الوالد هو اللي مو موافق. طيب يعني قلتك خالي اذا قلت للوالد انه انا بدي اتزوج يا ترى بيوافق؟ وليش لحتى ما يوافق؟ انت هالسنه بتتخرج والسنه الجايه بتتوظف. وانت بتوافقي؟ شو قصتك لك اشراف؟ بصراحه وما بتقولي لحدا؟ ابدا. بصراحه في بنت بالجامعه اصغر مني بسنتين بحبها وبتحبني. حلوة؟ كتير. ناوي تخطبها؟ لخلص امتحان والزواج مأجلينه لحتى اتوظف وقدر افتح بيت. بدك تستأجر بيت لحالك بعد ما تتوظف ما؟ يعني وشو بدك كفي راتبك؟ زواج وبيت ومسؤولية. أنا موعود بوظيفة راتبها كتير منيح وهي كمان رح تتوظف وهيك بنقدر نبني حياتنا شوي شوي. معقولة تحكي لي إلي قبل ما تقول لأبوك؟ ما حكيت لحدا بالدنيا غيرك. تعرفي خالي انا كنت حس انه انت من زمان بتكرهيني وما بتطيقيني. مو من زمان كتير بس من فتره قريبه صرت حس انك بتحبيني اكثر من ولادك. ممكن اعرف شو سر هالتغير المفاجئ هاد؟ انا كنت اقسى عليك ما تقريبا. لا مو تقريبا أنا كنت ظالمة. بجوز كان إلك أسبابك. هلأ ما كنت بعرف ليش ما بحبك أو ليش عم بظلمك بس ليش انقلبت هالقلبي بعرف. يا ريت أعرف أنا كمان. وإذا قلت لك بتصدقني؟ طبعا. شفت منام. منام؟ شفت منام وسامر فيه عم بيحكي. بتعرف شو قال لي؟ شو؟ قال لي ديري بالك على أخوي أشرف وبعدين خرس. أنا هالمنام ما رح أنساه بحياتي. واهتمامك فيه أنا كمان ما رح أنساه بحياتي. يلا أمره على جامعتك هلا بتتأخر. الله يرضى عليك. يعني ما شكيتوا بحدا ممكن يكون هو اللي سرق لي السيارة؟ هلا نحن بدنا نشك؟ ليش نحن بنعرف مين بيحبك مين بيكرهك؟ مو هذا القصد والله مو هذا القصد بس أنا عم فكر يعني إلا ما تكونوا سمعانينكم شي كلمة هون ولا هون ولا هون.
انت شو صاير لك يا ابو جمال؟ شو صاير لك؟ خلاص السياره طيرت لك عقلك. قلت ليش هيك عصبت؟ لانه هيك كانك عم تتهمنا. لك بشار الله يا عزمي يا فندي، والله ماني ناقصك انا، مثل ما بيقولوا يعني الوجع ما بيجع غير صاحبه. بس افهموا علي اخي، افهموا علي. هلا هذاك اليوم وقت كنا عم نحكي مرق بالحديث هيك بعض الشغلات، مثلا شلون؟ شو شلون؟ انت حميد؟ انت قلت لي بعض مثل لسانك افرض انه السياره سرقت، قلت لما ما قلتها. ولك يا ابو جمال كنا عم نفرض فراض، قلنا لك بعدين افرض انك عملت حادث بالسياره ودعست حدا ومات. هلا ان شاء الله بتحاسبنا على الفرض كمان. ولك يا رجل يا رجل، نحن ما صدقنا امتى بيضنا صفحتنا معك، بدك تسودها بالزور؟ لك مو هيك، انا بس بدي اعرف مين سرق السياره، هي هيك القصه. ونحن شو دخلنا؟ نحن اللي سرقناها. ابو جمال شو رايك نلم لك لمه من الموظفين بالمؤسسه، كل واحد شو بيقدر يدفع لك بيدفع. ولك ما فشلت يا عمش، شو معليكم بس يا عمش. يا سيدي سلامتك، السياره لحسيته عقله، ما في فائده. قلبي حاسسها يا مين، وانا بلشت خاف. ليش نحن شو عم نعمل؟ بعدين هي اذا بتغار لهالدرجه انا اللي صرت خاف. طيب شو العمل؟ ما في عمل، بدنا نضل مثل ما نحن. يعني ما رح تبعت اهلك؟ ما رح ابعت حدا لحتى استقر على رايي. استقر على رايي بالنسبه لشو؟ بصراحه اماني انا قلبي لهفلك اكثر، واذا تورطت بخطبه جماله معناتها يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. قولي انه عندك نفس الشعور. اي والله جمانة بتجن. قلك تركي الموضوع علي، انا بلاقي له تصريفه. كيف؟ ما بدي افكر بالاول. المهم هلا انك تيجي انت وياها على حفله عيد ميلادي. اذا ما فتحت لي سيره عيد الميلاد كيف بدي اجي معها؟ خلص انا بحاكيها. لا اوعك، شو بدك تقلها؟ اذا قلت لها جيبي اماني معك قلبها بده يشكها. اوي شكها، المهم انه شوفك بالحفله. اوعك، بعدين انا فيني اطمنك، يعني هي لحالها بهيك وقت ما بتقدر تطلع من البيت. يعني هي صحيح لهلا ما فتحت لي سيره عيد الميلاد، بس الا ما تقلي لانه رح تحتاجني. وإذا ما قالت لك؟ ساعتها بنحتفل بعيد ميلادك لحالنا. عن جد؟ وجد الجد. شكراً سيدي. ألو؟ أيوة؟ لحظة لحظة، هات لشوف. مازن ما قديش؟ موفق؟ نزار؟ يا ابني انت متاكد من الارقام؟ طيب شكرا، شكرا لك، شكرا. ألو؟ مرحبا مازن، كيفك؟ فؤاد كرم معك. أهلا فيك، تقدر تمر لعندي على المكتب اليوم؟ إيه ما حبيت، بعد ما يخلص الدوام بنتظرك. لك ما في شيء؟ لا أبدا يعني، بس يعني حدا مشتاق لحدا لازم يكون في سبب. ماشي أنا بانتظارك، الله معك. لا الحمد لله صرت احسن، رح طلعك اليوم من المستشفى، بس الاسبوع الجاي بترجع مشان فك لك العقد ان شاء الله. دكتور في تليفون عشان حضرتك، واحد اسمها روعه. تليفون؟ ايوه. شكرا. تفضل تفضل.
أهلين مستر أبو. كيفك دكتور؟ طمني، شو عامل اليوم؟ بالشغل عم نشتغل. قصدي إمتى بتخلص شغل؟ يعني حوالي الساعة 2:30. ممتاز، الساعة 2:30 إلا 5 بتلاقيني واقفة قدام باب المستشفى. معك سيارة؟ إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. يا دكتور، يا دكتور، في حد يكلم واحدة ست بالطريقة دي برا؟ هم الدكاترة كده على طول. خدي روعة، هذا هون مكتوب رقم البيت، إذا بدك تدقي له على البيت يا بعد 10 بالليل يا 7:30 الصبح، وهذا الرقم الثاني رقم المستشفى، قال بدي دقي له بين 9 الصبح و 2:30 بعد الظهر، بس اعملي حسابك إنه في فرق ساعة بين توقيتنا نحن وياهم. شغله ماشي منيح؟ ييه، هلا عم تسأليني على شغله ولا إذا كان مشتاق لك؟ لا، بعرف أكيد مشتاق لي. فوق ما تتصوري يا روعة، فوق ما تتصوري، عمو وائل ما عم يفكر إلا فيكي. شكرا كثير. على راسي، كرم عيونك. والخور؟ لا، الخور ده بحيرة مية كبيرة قوي داخلة من البحر على البر، وحواليها شوية عماير ونطحات سحاب وقهاوي وقعدات حلوة قوي. إنما أنت بتسأل ليه؟ عزمتني على فسحة وعلى غدا هنيك. يمين اللي عزمتك، اوعى تكون البنت اللي جت من يومين. هنيا لك يا عم، اتكل على الله وروح هتتبسط. يعني اقبل العزيمة؟ أنا لو منك ما تقبلهاش تبعتني بدالك. أنا عم بحكي جد يا حسن. أه طبعاً بجد، روح هتتغدى وتتبسط وتشوف مناظر حلوة، بس يا ريت تاخدني معاك. أخ منك أنت يا أخ. حد يسيب الخور برضو. هلا أنا بدي أمشي، روعة تأخرت. كلها مستعجلة. معلش هيك أحسن، خليني أروح. لا ما بتروحي لتشربي فنجان قهوة. روعة. أهلين أنسي وصال. أهلين عمو. وليش هيك ملبكة؟ أنا؟ شو أخبار الدكتور وائل؟ ما بنعرف والله، لسه ما اتصل فينا. ولو لهلا؟ دكتور وموظف بأحسن مستشفى بدبي، ما بيلاقي وقت يدق لكم يعطيكم الرقم تتصلوا فيه؟ قديه صار له مسافر؟ عمو ما حدا بيعرف شو ظروفه. وليش واقفين؟ تفضلوا ارتاحوا. لا عمو انا بدي امشي لانه مستعجله كثير. لا وين تمشي؟ ما بيصير، لازم تشربي شيء. يلا روعه سوي لنا قهوه. لا 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 روعه، ما في داعي، ما في داعي. لا في داعي، شلون ما في داعي؟ عدي انسي وصال، بدي اسالك عن ابوك وعن حالته بعد ما سرقت السياره. يلا 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 روعه. يلا يلا. ايه يا انسي وصال؟ بزمتك الدكتور وائل ما عطاكن ارقام هواتفه بدبي؟ بتعرفي ليش عم اسال؟ لانه وعدني يتصل فيي مشان يسال عن روعه. واذا كان هو خجلان يتصل، يا ستي انا بتصل فيه وطمنوا عليها. عجبك؟ عجبك؟ عم اترجاها تعطيني ارقام الدكتور وائل بدبي منشان اتصل فيه وطمنوا عني، ما عم ترضى؟ يا بابا قالوا لك من وقت ما سافر ما اتصل فيه. لا، اذا كان هالشي صحيح ما له حق، ما له حق منوب. انا اللي بعرفه انه اي واحد لما بيسافر لبلد تاني، اذا مو اول يوم تاني يوم بيتصل باهله منشان يطمن عليهم. خلص عمو، اول ما يتصل عمو وائل بجيب لكم الارقام. جيبي لي اياهم الي انا. لك مو لروعه، لانه متفق انا وياه نحن الرجال نتصل ببعض. حاضر عمو، على عيني. أنا زنكر.
ذكي قوي قوي وذاكرته حيه. وين سرحنا دكتور؟ سرحت أنا سرحت شوي بالبلد اللي بيجي لهون بيتعقد وبينسى حياته بصراحة. إيه لا معقولة كل هالقد البلد عجبتها؟ إيه طبعا. هلا هدول الغراض والهدايا اللي شفناهم بالسوق يا ترى أسعارهم كبيرة؟ يعني مو كل هالقد بس أنت مفهمني يعني ليش هكلان هم المصاري؟ لا أنا ماني هكلان هم المصاري، أنا هكلان هم الناس اللي عايشة هون بهالبلد. يا سيدي بدبي يلي معه واللي ما معه قدران يعيش مثل الشام. تمام مثل الشام؟ طبعا. بعدين هلا مطولين بهالسيره يعني المصاري والغلا ومدري شو، ما عندنا شيء اهم نحكي فيه. انت ما لك جوعان؟ بلا جوعان. طيب شو بدنا نتغدى؟ ما بعرف اي شيء على ذوقك. ميد اكسكيوز مي ميد اوكي اكسكيوز مي سام ثانك يو ويلكم. اهلا اهلا مازن. اما شو اجيتي لك اليوم؟ الله لا يوريك، كنت رح افوت بالسياره اللي قدامي. معقوله مازن بتوجع لهالدرجه؟ ما بقدر اوصف لك الوجع. بس اليوم اخر يوم سوق في سياره لبين ما الاقي حل لركبتي. طب مازن ليكون يا اخي بدك علاج برا انت. لك مو لي شخص الحاله بالاول، إيه ما في ولا دكتور عارفان شو اللي عم يصير معي. مشان هيك انا عم بقول لك اطلع لبرا. هلا قبل ما اطلع لبرا فهمني لشوف ليش بعدت رايي لعندك على المكتب؟ وعتدي انك مشتاق لي؟ يلي مشتاق للتاني بيجي لعنده، مو بيطلبه مخفوراً؟ ابو مازن انا قلت لك قبل فتره انه بدي احاول اتقصى عن مازن ورفقاته. ايه اول شيء عملته انه اتصلت بكل المصارف اللي بالبلد لاعرف اذا في لهم ارصده او لا. ارصده؟ منين يا حسره؟ طلعوا ثلاثه عندهم ارصده. ثلاثه ومنهم مازن؟ ابنك مازن عنده رصيد بالبنك بقيمه 650 الف ليره سوري. شو؟ ونزار ابو الرز عنده رصيد بقيمه 800 الف وموفق مارديني بقيمه 1,300,000 الف. أنا ما بيهمني لا نزار ولا موفق، أنا اللي بيهمني ابني مازن. مشان هيك أنا قلت لك تعال عندي خلينا نقعد على رواق ونحكي. لأن ابنك قاعد بلا شغل، منين جاب هذا الرصيد؟ ما بعرف. على الأغلب من عمل غير شريف أو غير نظامي على الأقل. معناته المكنسة الكهربائية اللي جابها على البيت هو اللي دافع حقها، مو رفيقه موفق. أنا مكنسة أبو مازن. 650,000؟ ايه انا صلي موظف مدير عام 10 سنين ما بيطلع رصيدي 650. تعرف ابو مازن انا عم فكر استدعيهم للتحقيق على مبدا من اين لك هذا، شو رايك؟ تحقيق؟ ايه يعني انا خايف يكونوا متورطين لا سمح الله بشي شغله غير قانونيه، وهي مبالغ كبيره لشباب مثلهم قاعدين لا شغل ولا عمله. طيب قبل ما تحقق معهم تسمح لي شوف ابني مازن بالاول؟ طبعا طبعا انت لازم تسأل وتشوف وتطمني، لاني انا كنت عم امزح معك وقت قلت لك بدي احقق معه، لانه نحن ما بيطلع لنا نحقق مع حدا طالما هالحدا ما ارتكب غلط، وكونهم عندهم ارصده بالبنك فهذا منه غلط. بس بيني وبينك يا ابو مازن انا قررت اتحرى عنهم، لذلك انا اصدرت امر بمراقبتهم على مدار 24 ساعه لمده اسبوع على الاقل. بس بدي منك شغله يا ابو مازن، اوعك تخبره لمازن اني شاكك فيه او اني جبت ارصدته من البنك. قول انك انت اللي جبت الارصده وانك انت اللي شاكك فيه. شو ما صار
شو ما جرى، شو ما اكتشفنا، رح اقول لك قبل ما نقوم باي اجراء. ولي على المصيبة، ولي على المصيبة. أخي أبي ما رح يحل عني قبل ما الاقي شغل وأركز فيه. قلنا لك اشتغل بمحل أبي جودي تبع المفروشات، أنت مرضي؟ إذا بنشتغل نحن الثلاثة أنا موافق. لك والله معقولة، بنهار عندكم وبالليل ما حدا له علاقة فينا. عم تمزح؟ هي فكرة كتير حلوة، على القليلة ما حدا بيقول عنا عطالين بطالين. يعني أنت موافق موفق؟ إذا نحن الثلاثة بنشتغل مع بعض أنا موافق، واليوم بحكي مع أبي. طيب خيو خلينا نرجع موضوعنا الاساسي، شو بدنا نعمل بهالدوريات المنقوطه بالليل؟ يعني شفتوا امبارح ما قدرنا ناخذ ولا سياره. هذا كله من صاحب ابي العقيد فؤاد. كتر خيرك وخير ابوك على الاستفاده. اوف طيب اسمه الحديده حميانه هون. تعال نطلع على شي محافظه، لاديه، ادلب، حلب، ناخذ نهنيك ونبيع هون. لك ايه والله بنروح بنفس اليوم، نروح بالنهار ونرجع بالليل بدون ما حدا يحس فينا. ايه بس انا لازم اكون بالبيت قبل الساعه 12. ايه هلا اذا ابوك بده يطلع لنا سنجة عارض كل مره ما راح يمشي حالها. شو ما زين خلص اخي تركونا نفكر بالموضوع. ايه فكر سيدي فكر. يلا شو هاد؟ ما بقى في محل للاكل. ثانك يو. هذا مو اكل، هذا ضيافه المطعم. ايوه ضيافه مطعم. قبل ما انسى تفضل. شو هذا؟ موبايل مع رقم جديد وكتير حلو. مشان شو؟ مو انت قلت لي ما عندك موبايل؟ هذا موبايل مشان اذا بدي اقول لك احكي عليه مشان ما ازعجك بالمستشفى يعني. بس انا عفوا عندي موبايل وبكره ناوي اجيب خط. ما في داعي تشتري خط، هاي موبايل وخط. ما بقدر اقبل. لا بدك تقبله وانت عم تضحك وتلعب. الا يعني اذا كنت معتبر انه في فرق بيني وبينك. يعني سروعة. ومشان اللسن انا رح خبر سهري. سهري بيعرف الجماعة اللي بيفحصوا بالسواقة. يعني اذا بيقدر حتى يقدم لك يوم الفحص ما رح يقصر، اي شيء بيقدر يقدم لك ما رح يقصر. انت بس جهز لي الوراق تبعوتك وبكره بمرق لعندك على المستشفى وباخذها. انت ليش هيك عم تعملي؟ ما الي ولا غاية غير انك ابن بلدي هون. وانا بعرف دبي اكثر منك، واذا بقدر اقدم لك اي مساعده ما رح اقصر ورح اقدمها بدون موافقتك. ان قلت ايه وان قلت لا. يعني ما فتحتي لي سيرة عيد الميلاد؟ وحدة من تنتين، يا إنها ما بدها تروح يا إنها بدها تروح لحالها. شو أنتي؟ عم تدرسي ولا شاردة؟ لا بس عم حاول راجع المعلومات براسي. شوي شوي أحسن ما يتعب راسك. معقول تكون عرفانة بشو عم فكر؟ مرحبا يا بنات. ليه مازن؟ قبل شو؟ كل هذا غراني بالدراسة؟ يعني ما بتعرف انه الفحص قرب؟ ايه مني بدي اعرف انه الفحص قرب؟ وين ابوك يا امي؟ بابا وصل مشوار وماما عند الجار. ايوه اماني؟ معلش احكي معك كلمتين؟ احكي. بيني وبيني. شو يا؟ صاير في بيناتكم اسرار؟ اسرار غمية وحياتي. يلا جمانة. شو؟ هوينا.
لك يلا. ايه اختي، عم تشوفيها لنادية؟ طبعا عم شوفها. مازن، لتكون انت اللي حاببها مو رفيقك زياد. خلصي ولي، ليش انا عندي وقت للحب والكلام الفاضي؟ هات لشوف رفيقك زياد شو بده يعرف عنها. اخبارها، صحتها، هيك شي. ليش هو ما عم يشوفها؟ زياد خجول كتير، يعني عم يشوفها من بعيد لبعيد، ما عم يسترجي يحكي معها. يا حبيبي يا شباب هالايام. اماني بلغ الغلاظة. يلا احكي. بصراحة نادية من وقت اللي انسرقت سيارة ابوها انقلبت 180 درجة. انت شو عم تحكي؟ سرقت سيارة ابوها؟ صار لها كذا يوم والشرطة قلبت الدنيا عليها من دون فايدة. ونادية زعلانة لأنه سرقت سيارة ما؟ يا حرام، وشها ما بيتفسر، خايفة على ابوها من شي جلطة. حتى هي لا عم تاكل ولا عم تشرب مثل الناس، لك بالصف بتحسها هون ومو هون. طيب معقولة يعني سرقت سيارة تقلمها لهالدرجة؟ أكتر ما بتتصور. يا حرام. بقول له لرفيقك زياد، يا بيحب مثل الخلق والناس يا أما بينضرب على قامته. ليش هيك عم تحكي وليه؟ لأنه نادية مو وشها وش حبه، وخاصة بهالأزمة اللي عم تمر فيها. أيوة. غيره بدك شي؟ إيه بدي. مازن هون؟ إيه بابا أنا هون. يلا بعدين بنحكي. هي لطيفة معي أكتر ما بتتصور. الله، ودم زعلك يا دكتور، وفي حد طايل؟ خايف يكون براسها شي موال. حضرتك لاحظت عليها حاجة؟ لا بالعكس، هي بتتعامل معي مثلي كرجل، دايما بتقلي نحن ولاد بلد. وبس عطتني الموبايل قالت لي بكره بدها تمر لعندي على المستشفى لتاخذ الوراق تبع فحص السواقه. الله، وبصفتها ايه بقى؟ صهره مواطن، ممكن نلاقي حدا يساعدني بالفحص. لا دي ماشيه معاك حلاوه، الامور مية مية. خايف يا حسن الصداقه تتعمق وتصير شيء تاني. يا دكتور انت نبيه وحدق، وما دام هي هتساعدك من غير مقابل يبقى اقبل واتكل على الله، ويمكن سبحانه وتعالى بعتها لك عشان تخفف عنك غربتك. هيك قلتك؟ طبعا. واقول لك حاجه كمان اكتر من كده ممكن تفكر فيها. قول. اذا كانت البنت كويسه وشارياك ما تشتريها انت كمان. كيف يعني؟ يعني تجوزها. انت في شي بعقلك؟ ليه وانا قلت حاجه غلط؟ انا مو جاي لهون لحتى احب واعشق واتزوج، انا مرتبط. خاطب ولا بتحب؟ بحب وشبه خاطب. يا بختك يا عم. شو يا حسن، لا تكون بتحب انت التاني. احب ايه يا دكتور؟ احب ايه؟ بقول لك يا دكتور، اسم خطيبتك ايه؟ روعه. والثانيه كمان روعه برضو. شفت لها الصدفه. ده موضوع كبير يا دكتور قوي. طب اسالك سؤال، لما بتحط راسك على المخده بتفكر في مين فيهم؟ روعتي اللي بالشام طبعا. الله، ده باين الحب لذيذ لذيذ قوي يا دكتور. شو وسطك يا حسن؟ لا لسه ولا دياول يا عم. بابا طمن بالك، انا رح لاقي شغل. مو رح لاقي، خلص لقيت. وين؟ بمحل ابو لموفق بالحريقه. شو بتشتغل عنده؟ شو بدنا نشتغل يعني؟ ببيع اقمشه الستائر والمفروشات، انا ونزار وموفق. انت ونزار وموفق؟ ايه بابا، نحن ثلاثه رح نشتغل بالمحل. يا عيني، يا لك الصحبه يا بلع. ايه لك مازين، غير شغله البيع المكانس كهربائيه، اشتغلت شغله وما قلت لي عليها وطلعت منها مصاري؟ ما بيخلى الامر، بس يعني ما كتير توفقت. بس كأني سمعت انه في لك رصيد بالبنك انت ونزار وموفق، ومبالغ ما بها شيء. كيف عرفت؟ المهم كيف عرفت ولا المهم اني عرفت؟ اللي كيف عرفت بقول لك اذا كان لي رصيد ولا لا. مازن العقيد فؤاد ما؟ لا لا لا، العقيد فؤاد ما دخله ولا بيعرف شيء. لا تحط لي اياه بالنص، لانه رصيد ممنوع حدا يعرفه الا عن طريق الحكومه. منين جبت رصيدك؟ رصيدي انا ونزار، موفق هو اللي حط لنا اياه. ليش؟ حتى اذا احتجنا مصاري ما نمد ايدينا لحدا. معقوله صحبتكم قويه لهالدرجه؟ ايه والله الاخوات ما بيعملوها. ونحن اكثر من الاخوات. وابو لموفق بيعرف انه حاطط لكم مصاري بالبنك؟ ما بعرف اذا ابوه بيعرف. طيب وفق منين جاب المصاري؟ من امه. وبدون ما يعرف ابوه طبعا. انا اللي فهمته انه اخذ المصاري من امه، ما جاب لي سيره ابوه. وانا ما فيني اسال امه لاتاكد، ولا فيني اسال ابوه حتى ما يصير زعل بيناتهم ويعرف انه عم تعطي ابنها من ورا ظهره.
بابا انت ليش لا تشغل بالك بهيك امور؟ ليش لا اشغل بالي؟ ولك هدول 650,000، مين بهالايام بيعطي التاني هيك مبلغ؟ اه اللي لشوف. ولعلمك كان حاطط لي 800,000 بس انا سحبت منه. موفى مصاري عنده ما له قيمه، طالما الله عاطي ابوه. ولك الله عاطي لابوه مو عاطي له. بابا انا عم اقول الحقيقه، مالك مصدقني اسال موفى، مالك مصدقه اسال امه وابوه، يعني منين بده يكون جايب المصاري؟ سارقها. وانا شو بيعرفني؟ ليش تأخرتي؟ مشغل بالك علي ما هي؟ طبعا ليش بدها سؤال؟ أنا آسفة ما رح أقدر أشوفك اليوم، بنتي مرضانة وقاعدة جنبها. تعرفي إني توقعت هالشي؟ خير؟ شو صاير معها؟ قريب قريب نازل على مصارينا. سلامتها ألف سلامة يا رب. الله يسلمك. بركي بكرة بحاول شوفك بنفس المواعيد. اتصل فيي قبل ساعة من المواعيد. إن شاء الله إن شاء الله. ديري بالك عليها، وإذا لزمك شي دقي لي حتى لو بنص الليل. الله معك، مع السلامة. أنا آسف، آسف كتير كتير، دخيلك ما توافقني. بسيطة بسيطة. اسف كملي. هذا اللي صار، كرهت العيشه معه واجبرته يطلقني، تركت له المتقدم والمتاخر يشبع منه. ما قصرتي اصلا، من الاساس انت ما لازم كنت تاخذي هيك رجل ما بنعاش معه. انغشيت فيه اول ما اخذته، كان كتير كتير جخيخ كريم، هيك ايده مفتوحه، قلب فرد قلبي. سمعان بأبخل بخيل بالدنيا؟ يا لطيف. جوزي كان أبخل منه. لحما بقلبه لهالدرجة؟ وأنا أكره شي علي بالدنيا البخل والبخلة. يا ستي قلي لي شو بتكره من الدنيا؟ قلك البخيل. بدك تقلي الواحد من وشه بيبين. يا ستي كله هذا من لطفك. السيد معتز، قديش صرنا منعرف بعض؟ صرنا 3 أيام ونص. ليش حاسة حالي كأني بعرفك من 3 سنين أو أكثر؟ وحياتك عندي نفس الشعور. بس بصراحة يعني عدم المؤاخذة، أنت مبين عليك قوي كتير. أنا قوي؟ يا حسرة ندي القوة، اسأل الله أيام القوة. بس شباب إيه؟ ما قلت لك انك قوي كثير؟ ما قلت لي بكره بنطلع على المزرعه؟ مين في بالمزرعه؟ شو مين في؟ مزرعه مليانه خدم وحشم. اذا هيك روح. لا تخاف مني، لا تخاف مني، وحياتك انا اقدم ادمي بالعالم. ماما شو دمك خفيف؟ شو اللي تفرحه؟ على فكرة صاحب أبوه بده يعمل لنا مشاكل. ها؟ معقول يكون هو اللي جايب الأرصدة لأبي؟ لك يا مازن، قلنا لك 100 مرة إنه ما حدا بيقدر يجيب الأرصدة إلا بأمر من الحكومة. هذا معناته إنه هو شاكك فينا، وإذا شاكك فينا معناته أكيد حاطنا تحت مراقبة. إيه، وشو بدنا نعمل؟ شباب، بدنا ننتبه بدون ما نخاف. اسمعوا لكم، خليهم يراقبونا ليشبعوا، ما رح يلقطوا علينا شيء. نحن رح نشتغل بمحل أبي، عملياتنا كلياتها بتصير برات الشام، وخليهم يطلعوا المحافظات إذا بيقدروا. يا سيدي عم تحكي مظبوط، إذا اشتغلنا بمحل أبوه حنقيم العيون عنا.
اخي حكيت شي انت مع ابوك لا؟ ها ليك اسالوا. اهلين عم يا ابو وفاء. مساء الخير. اهلين عم يا ابو وفاء. اهلين بابا. اهلين. تفضل. شو قال حابين كلياتكم تشتغلوا بمحل الحريقه بالقمايش؟ اي والله بس يعني بدون ما نقطع رزق حدا. شو تقطع رزق حدا؟ الموظفين اللي عندي بمحل جودي بالحريقه لحقن لهم لمحل تاني. والله ما في منك يا ام موفق. بس وينكو؟ الصحبه لحال والشغل لحال. انا عندي شغل شغل. امرك. بعدين انا زبوناتي نقيهم تنقايه. مو طفشوا لي اياهم بعد شهر. ام موفق دخلك سؤال. شو هي؟ هالزحليطين والالعاب لشو؟ يعني ما في غيرك انت وام موفق بهالبيت كلياته؟ هدول مخليهم لاولاد بنتي بس يجوا لعندي بيلعبوا فيهم. شو ماما استاذكم عم تدرسوا؟ طول بابا وجهك. يمكن سرقوا الوقت وهو عم يلعب طاوله مع رفيقه. ماله بالعاده يسهر برات البيت، كترانه سهراته هالايام. يمكن ضايج المسكين. بسبب السياره ما هيك؟ لا هو نسيها السياره على اساس يعني وخلص سلم امره لله. شو ماما بدكم ضلوا عم تدرسوا؟ يلا قوموا ناموا. وين بتكون السيارة هلا؟ قولي علينا وين بتكون؟ يا رب يا رب. انت بتعرف كيف اشتريتها؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا ابني. ان شاء الله ربي ما بيضوع لك تعب يا ابني. طالما انت وخالي فوق راسي الله ما راح يضيع لي تعب ابدا. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. شو سمعت قال بدك تتجوز؟ مو هلا بس حبيت حط خالي بالصورة. بس خالتك متحمسة كتير. الله يخلي لنا اياها. شوف يا ابني، أنا من واجبي إني نبهك. الزواج مسؤولية، مسؤولية كبيرة. بعرف إنك رح تتزوج بعد ما تتوظف، وبعرف إنه مرتك رح تتوظف كمان، وإنه بحصل تسند جرة. بس المعيشة غالية يا ابني، غالية كتير. ويلك إجرة البيت، ويلك فرش البيت، ويلك مصروفك ومصروف مرتك. هذا غير الأكل والشرب، غير مصروف الأولاد إذا إجوا على بكير إن شاء الله. بابا أنا هذا كله حاسب حسابه وعرفان إنه بدنا نتعتر بأول زواجنا، وعرفان إنه بدي أتزوج بالدين، بس الخطوة الأولى كتير ضرورية بابا. الحياة صعبة وغالية إيه، بس إذا أنا ما تزوجت وغيري ما تزوج الحياة ما رح تمشي. ابنك يا أبو أشرف ما بيخاف عليه. أشرف قد الدنيا وهمها، مثل ما لي شايفتك قدامي شايفة مستقبل قدامي. بس العطر على سائر. سائر من ايده. انت عملتي اللي عليكي وانا كمان ما قصرت. شلون بدي اتجوز؟ منين؟ من شغله؟ تركيه على الله يا مرا، تركيه على الله.
وينك لهلا؟ لك اخ يا عيني، اخ اخ يا رجلي، لك ما خليت شاري، ما خليت دخلي، ما خليت حاره، الشام القديمه، الشام الحديثه، وما كنت لاقيها. شو هي اللي ما لقيتها؟ السياره ما كنت لاقيها. معقول؟ لك مين اخذها بس؟ مين اخذها بس؟ مش تعرف وين اخذينا حتى. ناصر، مو انت قلت انك امتى من راسك؟ لك امتى من راسي؟ انا ايمه من راسي، قررت ايمه من راسي، بس هي ما عم تنقام الا ينقام راسي معها. بسم الله الرحمن الرحيم. قوم تقبرني ارتاح، قوم. بدي نار رجلي بطشط مي دافيه. انت ليش ما عم تصدقني؟ ليش دائما بحس حالي اني كذاب بنظرك؟ انا ابنك الوحيد. ومشيت على كيفك مو على كيفي. ليش خليتني امشي على كيفي؟ ما المفروض انك ربيتني وانا من هالقد؟ مو من طول عمري عايش بظلك وتحت رعايتك؟ ولا حسيت متاخر انك كنت مهتم بشغلك ومو فاضيلي؟ معك حق يا مازن، معك حق. كان لازم اهتم فيك اكثر من شغلي. والبنات جمانة وأماني كمان الشغل أخذني منهن. نادية، هالمرة بدي وصلك لنا حبيتكم. مو من لك الهمة؟ طب ما أنتي دائما بتوصليني. خليني وصلك شي مرة لتكوني وعد حدا بحارتنا. هيك شي ايه، بس انا بكمل طريق ما بوقف معكم. مثل ما بدك امشي. هذا اللي وعدته اخي مازن. هلا هذا اخوكي؟ والله العظيم انه اخي، مستحيل يكون اخوكي. هذا ناديا، ارجوكي ما تغلطي، ما تكوني حقوده. انت بتعرفوا بعضكم؟ اخوكي من اول السنه بيلحقني وبيضايقني. على اساس رفيقك زياد. انا مو رفيقي زياد، بس انا ما ضايقتها، انا كان بدي اياها بس تسمعني. قلت لك 100 مره ما بطيقك، كيف بدك يعني اسمعها؟ يعني مصره ما تسمعين لاخر العمر. ناديا، على كل حال انا حبيت شوفك لقلي نزعلت كثير عليك لما دريت من سياره ابوك اللي سرقت. انت ما بدك تبطل رزقتك ولا؟ ليش هيك عم تحكي معه؟ ليش من حضرتك بلا زغره؟ هي اخته طالع، خلينا نمشي. الناس